إلى المشهد مجددا تعود التظاهرات الليلية في محافظة ذي قار، والتي كان محركها تراجع ساعات التجهيز في الطاقة الكهربائية. مدينة سوق الشيوخ شهدت تظاهر المئات من مواطنيها للمطالبة بالوقوف على الأسباب التي دفعت وزارة الكهرباء إلى خفض حصة المحافظة من التجهيز في ظل الارتفاع الشديد في درجات الحرارة وبالتزامن مع شهر رمضان. في هذه الأجواء الحارة وفي شهر رمضان المبارك هذه مظاهرة تحذير، ولنا مظاهرة أخرى سوف نقطع الطرق. كهرباء صارت 3 أيام طافية، ليش وديها لبغداد؟ ذات المشهد تكرر في مدينة الشطرة، إذ تظاهر مواطنوها بالتزامن مع عدد من التظاهرات في مدن المحافظة الأخرى، في صورة يبدو أنها ستتكرر في الأيام المقبلة. قللوا من حصة المحافظة للنصف محافظة ذي قار، ويطالبوا يسوون عملية ضغط على الشعب وعلى القضاء على محافظة الناصرية في سبيل أن تقبل بالخصخصة. ويبدو أن هذه التظاهرات هي من خطوات وصفتها حكومة ذي قار بالاضطرارية، لجأت إليها ردا على ما أسمتها بسياسة الإجحاف التي تتخذها وزارة الكهرباء بحق المحافظة. إذ توعدت حكومة ذي قار بالاحتكام إلى الشارع إذا ما التزمت وزارة الكهرباء بحصة المحافظة المقررة، محذرة من تداعيات هذه الإجراءات على الوضع الأمني. نكرر مناشدتنا للسيد رئيس الوزراء ووزير الكهرباء، وأن لا نضطر إلى اتخاذ خطوات إحادية الجانب لضمان حقوق أبناء محافظتنا، ولا نضطر إلى النزول إلى الشارع، وهذا ما لا نحبذه في الوقت الحاضر، لأننا نعرف ونقدر الوضع العام الذي يمر به العراق سواء كان السياسي أو الأمني أو الاقتصادي. من الناصرية أحمد السعيدي، الحرة.